شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها. لم يسخر الجزائريون في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مثلما سخروا من النائب في البرلمان نعيمة صالحي. هذه المرأة معروفة بإثارتها الجدل ومعاداتها للأمازيغية ومنطقة القبائل. هذه المرة قالت إنها كانت تحت تأثير السحر الأسود الذي وضع لها في فم كلب. في الحقيقة أن النائب نعيمة صالحي التزمت صمتا طويلا في الآونة الأخيرة، ولم تظهر إلا هذا الأسبوع من خلال بث مباشر عبر فيسبوك تروي فيه قصة السحر الذي تعرضت له ووضع لها في الأكل على حد وصفها. وأنا خطر في بالي أنه ممكن يديروا لي سحر في الأكل. جسم تاعي سموه لي سموم في جسمي، سموم. وصلوا حتى وين داروا لي الكلب اللي غلقوا له فمه هذاك بالسيلان باه كيموت نموت انا. بل حتى دخلوا حتى وصلوا حتى وين داروا لي السحر في اشجار البيت، في اشجار المقر نتاع الحزب. تشوف النبات اخضر صحيح لاباس عليه وما تلقاه مات. على ما يبدو هذا سحر خطير بحسب روايتها، قد تمكنت من اكتشافه وأن تبرأ منه بعد زيارة عدد من الرقاة في العاصمة الجزائر ومن أدرار والجلفة ومدن أخرى. يكثر خير، يكثر خير الرقاة، ويكثر خير راقية الجلفة اللي كان كل مرة يكثر خيره يبعث لي الزيوت المرقات. يكثر خيره ربي يجازيه إن شاء الله، وهكا كان في سبيل الله. يكثر خير الأخوات اللي كانوا معايا، يكثر خير الرقاة نتاع العاصمة اللي اكتشفوا الكلب هذاك اللي يعني لحقنا عليها في آخر لحظة كان رايح يموت. نعيمة صالحي وفقا لروايتها فقد شكت في مقربين منها في حزبها، دسوا لها السحر في الأكل والمشرب، لكنها وجهت أصابع الاتهام لحزب إسلامي دون أن تسميه يريد إقصاءها من الحياة السياسية، وأن قادته على اتصال بكبار السحرة والمشعوذين. اللي تلم اللي تغيظك واللي تضرك بزاف بزاف أنك تلقى أن هذا السفيه هو تلميذ لحركة إسلامية، لحركة إسلامية. تلقى المخطط كامل شكون اللي خططوا لك؟ خططوا لك حركة إسلامية، حركة إسلامية وتنظيم، وتنظيم ماشي تنظيم إسلامي بالتنسيق مع أحزاب إسلامية هم اللي داروا لي هذا الشيء. قال صالح إنها في الآونة الأخيرة أو في السنوات الثلاث الماضية كانت تحت تأثير هذا السحر الأسود، وأن أدائها السياسي لم يتوقف لكنه وقع تحت تأثير تلك الطلاسم. كانت تقف السيدة إلى جانب بوتفليقة، وطيلة تلك الفترة أثارت الجدل في الجزائر بتصريحات أدت إلى مطالبات بمحاكمتها نظرا للخطورة التي تمثلها على السلم داخل الجزائر بحسب ناشطين سياسيين. وصفت سكان منطقة القبائل بأنهم زواف وعملاء لفرنسا، وقالت سأقتل ابنتي إن نطقت بكلمة أمازيغية واحدة، وطالبت الجزائريين بمقاطعة القبائليين فلا بيع ولا شراء معهم ولا اختلاط بحسب كلامها. جاءت مسيرات الحراك فوقفت مع قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح، واتهمت المتظاهرين بالعمالة لفرنسا، وأطلقت مصطلح نوفمبريين وباديسيين في إشارة الانتساب لثورة نوفمبر والشيخ عبد الرحمن بن باديس، وأن هذا الحراك ليس وطنيا بحسب حديثها. كيف علق المدونون على كلامها؟ مثلا هنا سعداني حسام يقول أعلن دعمي وتضامني الكامل مع الجن الذي سكن نعيمة صالحي وتحملها لثلاث سنوات. أما هنا شفيق فيقول في تغريدته يعني طوال 20 سنة والجزائر تقودها عصابة مسحورة يتعاملون مع السحرة والدجالين، الله يرحمك يا بابا. ماذا يقول أبو يحيى الجزائري؟ أبو هنا أبو يحيى هذه تدوينته على ما أعتقد.
عبد الحفيظ، يعني لما كنت تسبي في الحراك وتقولي عنهم زواف وتدافعي على المقبور اللي ظهرت حقيقته، كنت مسحورة؟ عليك اليوم تقديم اعتذار لكل الناس اللي شتمتيهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ماذا يقول هنا مراد شيبان له هذه التغريدة يكتب فيها مراد؟ كل هذا بعد سماعها بحل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. هي تعرف أنها دخلت البرلمان بالشكارة والعدالة في انتظارها للتحقيق. أمام كل هذا تستطيع الآن تناول أدوية الأمراض العقلية. أيضا طبعا كلمة الشكارة في اللهجة الجزائرية تعني الشبهات، وخاصة شبهة الفساد المالي. لماذا خرجت النائبة نعيمة الصالحي من صمتها وفي هذا الوقت بالذات، ولماذا جاءت بهذه القصة في بث مباشر تحدثت فيه عن خطورة حل البرلمان؟ في الحقيقة هناك محاكمة جمال ولد عباس وهو رئيس الحزب الحاكم السابق ومسؤولين سابقين، كشفت عن فضيحة تخص دفع نصف مليون دولار تقريبا مقابل قوائم بأسماء المرشحين لدخول البرلمان باسم الحزب الحاكم. هذه الفضيحة المدوية جعلت الكثير من الجزائريين يطالبون بحل البرلمان ومحاكمة نوابه المتورطين في هذه الصفقات، ويشككون في أهلية النواب لمناقشة التعديل الدستوري. بالنسبة للنائبة الصالحي فقد قالت إن حله سوف يكون كارثة وسوف يدخل البلاد في دوامة من العنف.